رمضان بوابة الخزائن، وخزائن الله أوسع من عظيم الأمنيات، وكل من عثر على الطريق إلى الخزائن وصل. قرع الشيخ بهذه الكلمات باب القلوب ثم قال: بسمك اللهم نبدأ. القادر القدير المقتدر، ثلاثة أسماء تغزل نسيج الفرج لمن قلبه على الحزن مقفل. كل اسم هو معنى لبيك، فشد بها خيوط المنى وقل: أيتها الهموم كوني كيفما شئت، فإن لي ربا قديرا مقتدرا. علم قلبك يقين القدرة بعسى الله أن يأتيني بهم جميعا. علمه قدرة وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا. تلك مقدمة، وربي لا تبلغ النتيجة، لكنه القادر القدير المقتدر. والطرق لا تسد على من أيقن أن عند الله المخارج. إن استبد اليأس بقلبك فأنت لا تعرف ربك. لا تعرف القادر القدير المقتدر. انتبه كيف يرتقي بك من القادر إلى القدير إلى المقتدر، فلا يبقي لك يأساً ولا علة. انظر في عمرك، كم ألم تولى كان مشحوناً بالخذلان، وكم أخرجك الدعاء من وحل اليأس. تحسس العطايا في حياتك بعد أن كان يغمرك موج البلايا، وخذ من غيث الأسماء لجدب الأمنيات. فإن بليت بكرب الانكشاف له، فالله أعظم ما يدعى به الله. كم مرة يتهشم القلب بآلام ما يظن لها كاشفة، ثم ينجبر حتى ينسى كل أوجاعه. الله لم يذهبها فحسب، بل جبر المكان كله. كم مرة تطوف بالعبد مضائق يخالها لا تنتهي، فيبدلها الله بالحوقلة تبديلا، فكأنها لم تكن. اسأل القدير، صفوك إن تعكر، وأمرك إن تعسر، وثباتك إن تراءت لك الفتن كالشهب تحرق، وقل: يا رب هذه الأماني بين يديك، يا رب هذا الصعب ليس بهين إلا عليك. اسأله بقوله: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فإنه قادر. ثم رتل: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وتنفس الفرج على باب القدير. يا لقسوة الطرق إذا صارت الصعاب فيها لا تنحسر، وغاب عنها اسم القدير. والله كل الملاجئ دون الله كاذبة، وكل الأحزان ليس لها من دون القدير كاشفة. اترك ما سوى الله وتحرر من نفسك تتبعك الأسباب. صلي صلاة خائف أن يمس الشك قلبه، وإذا بلغت مطلبك ابكي ثم ابكي فثم الله. لا تحبس أمنياتك فهذا زمانها. علام لا تلح على القدير وأنت فقير.
يناولك رمضان عمراً مكتوباً بدعاء الأسحار ممهوراً بالإجابة، فقل: إنني يا الله مددت قلبي إليك، فلا ترده إلا مجبوراً. رمضان في صحبة الأسماء الحسنى، بقلم الدكتورة كفاح أبو هنود، بصوت طه الصوري، التأليف الموسيقي والهندسة الصوتية حسن عصام. مستمعين الكرام، كنا وإياكم في صحبة اسم القدير القادر المقتدر من برنامج في صحبة الأسماء الحسنى، إلى أن نصحبكم مع اسم آخر. طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.